كثيرة، دروب بلا حراس فيها الشر وفيها الخيرة. وانت يا ابن آدم تختار، تختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين، هادي الحياة. نحنا معاكم كل يوم نحكي حكاية مفسرة تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة. نحنا معاكم كل يوم نحكي حكاية مفسرة تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة. منهم وصل بالصدق في دروب سهلة ميسرة، ومنهم حياة غش تابع دروب معسرة، تابع دروب معسرة. وانت يا ابن آدم اختار، اختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين، هادي الحياة. هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. واحنا يا ابن آدم نختار، نختار بين الدربين، ربك عطانا العقل والسمع والعينين، هذه الحياة. تفضل تفضل مستر كشور، تفضل تفضل خليفة. اي نعم تفضل. يتفقد ويشوف، خليه يشوف شيء ناقص ولا شيء. ما اعتقد شيء ناقص يعني. هو بيعرف المسحة والكيول والمجز موجود يعني. أقول ناصر هذا من زمان السطح هذا ما فقحتوه. إن شاء الله بنسويه، ما حصلنا. ها مستر كشور، في شيء ناقص ولا شيء؟ لا 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 لا، كله تمام، كله زين، كله تمام. الحمد لله الحمد لله. لكن ويعرف شغله. ليش يشوف؟ شوف يتفحص. أنا فاهم ناصر. نعم مستر كشور تفضل. انت يريد يبنى قرفة داخل المزرعة؟ لا ابدا، ما باغ ابني لا حجرة ولا قرفة على قيلتك. ليش مستر كشور؟ انت ليش يخلي السمنت هنا؟ وابوها خليفة؟ فضحنا. مستر كشور؟ نعم. هذا باء ما سمنت، هذا هذا سماد. أنا يا رب يا رب يا رب يا رب ما عليك يا رب يا رب أرباب ناصر، بس يهم نسوي نكتة زهق يعني زهق. معقولة معقولة خبير كبير مثل أنا ما يعرف سمعت من السمن؟ ما معقولة ما أنا بس يهب يصعد مع أنت يضحك. شوف أنت، أما هذا الخبير ترى يا خليفة ماشي كما قلت لك، أني توفق قلت لك خبير ويعرف كل شيء عن الزراعة، وبعد يعرف يضحك الناس. يا سلام. لكن ما علي، نوبة زين نوبة زين، ضح شوية يخفف. هاي يخفف. هو حقيقة يا أخ ناصر، أنا أصلاً أصدقائي ورفايقي وربعي ناس أصحاب عمل، عمل كذا وكذا، ما يذهب وخربط. زين عادي يا مستر كشور، ها همتك معنا، ترى همتك معنا، لكن على الله ثم عليك، نبغى نشوف الخبرة، نبغى نشوف الفرق اللي بينك كخبير وبين نحن اللي ما نعرف الأمور بسيطة. ها نحن واثقين صحيح يا مستر كشور، واثقين كل الثقة، لكن عاد نبغى نشوف بعيوننا. أوه كيف هذا كلام؟ امتحان من شأننا أرباب ناصر؟ لا أبدا يا مستر كشور، لا امتحان ولا شيء، بس يعني نحن عاد باغين نشوف
كيف الشغل بيمشي بوجودك انت؟ ما ممكن ارباب ناصر اليوم انا يجي من ماسكتي لين السمايل فاجد بعيد انا يريد يرتاح. لا اله الا الله يا كاشور انت. من هي المسافة بعيدة؟ يلا يلا توصل ساعة. ما عليه يا ابو دقيق، ما عليه خليفة، ما عليه. اسمع يا مستر كاشور، انت هذا اليوم ان شاء الله حالك راحة، راحة من عند أرباب ناصر، رست حال أنت من شان أنت رست زين، وإن شاء الله من بكرة بنبدا الشغل. ها خبيرنا. أتشا؟ أتشا، الحمد لله. عقب ما دام أتشا توكلنا على الله. يلا. يلا. تشاو. أرباب كليفة، أرباب كليفة. خير، كتشوف خير. أنا في يعني سؤال يعني طلب يعني. قول حبيبي ليش خير؟ ها؟ إيش عندك؟ ها؟ أرباب كليفة. أنا يريد يعني طلب كسوسي يعني. أرباب كليفة أنا في بلد معلنة في هرمة مريض، أولاد مريض، جيران مريض، كله مريض. أنا يريد يعني فلوس مقدم يعني. لا مقدم أنت لقيتني بالقاء في هذه كشور بصراحة، لكن ما مشكلة أنا بخبر ناصر وإن شاء الله بيعطيك زين. يلا ها ناصر. ها خليفه. شغال ما شاء الله. شويه جز وحاله. ايه زين. اسمع خير. الله يسلمك. شكور. مقدم ولا نظره فصاحبه بيرسل حقه. مستر كاشور. كاشور. اه تعال نشوف ما عنده. هاو كاشور. اه تعال تعال خليفه تعال. ها مستر كاشور ايش عندك؟ ارباب هرمه ما لنا تعبان. اولاد ما لنا تعبانين. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. حتى الجيران ان شاء الله. مو رايك بنعطيك 20 ريال؟ 20 ريال هو زين يا رباب، لكن والله العظيم والله هرمه ما لنا مريض يريد يروح مستشفى. والله ما عليه ما عليه ما عليه، بيكون هناك مستشفيات عندهم اللي بغوازي غوازي ان شاء الله. لحظه يا مستر كاشور. ما يقصر معاك ناصر. وانت تستاهل تستاهل. اي تستاهل. استهلك اكثر من 20 بصراحه. هذا 50 ريال زين مستر كاشور. شكرا يا رباب. بسم الله الرحمن الرحيم. انرسم على 30 بيكون. 30 زين. نوبة زين. نوبة زين. نوبة زين. نعم. خلاص 30. من يزي. انا بزيدك 35. 35 بارك الله فيك. صاحب نصيب من يعرف. 35. وريال انطح ريال. 35. 40. 40 بارك الله فيك. بارك الله فيك. اشهد انه نطق بلسانه. 40 قال. 40 قال. شوف الهشة. شوف. حلال زين. شوف. حلال زين. حلال حلال. سمين. 40. تفضل. 40. تفضل. 45 اخر سعر. 45 اخر سعر. كيف يا اخوي احنا في عرسك يا اخي ما في دكان ما في شو اسمه. يلا 45. هواها. صاحب البال مدخول. كم قال؟ كم قال؟ 45. 45. والله يا دلال سيف خليه يتوكل على الله. ويشتري. ها؟ السعر معقول وانا وراي طريق عمري. اتوكل على الله في كل حال يا اخوي، لكن بعد هالعرسة شغالة. مو دخول يا جماعة ما شغالة عرسة. بيكون حد يشتري نصيب ولا شيء. خلع يبقى 45. من يزيد. 50. انطقت. نعم انطقت. 50 قال. تم هذا حمود. صار لك ساعة ساكت. ما نقيت تتكلم الا تو. لما هلا رفع القيمة. باقي انت تعاند وترفع القيمة. ما دام ما حد زابن انا بشتري. اها يعني المسألة شغل عناد. سيف نادي باسم التاجر قاسم. 70. 70 والنعم بك يا قاسم. 70. شفت كيف النصيب؟ قال 70 قال. 70 قال قاسم. التاجر قاسم بشنيبة قال 70. من اشتى 70؟ انا بزيدك كم؟ 75. 75 بارك الله فيك. نعم نطق وقال 75. من يزيد. خرده وين ما خرده وين ما خرده أبوي. خرده ريالك ريح مالك. وين ما خرده وين ما خرده. خرده الوالد. خرده
خرج 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 ريالك ريح مالك خرج ريالك ريح مالك وينك باقي الخردة وينك باقي الخردة أبوي خردة 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 تفضل أخوي حسنت يا أخي أخوي تفضل خمسة ريالات سامحنا أخوي ما عندي خردة خمسة ريالات ولكن تعرف إيش روح عند خلفان عسى إنك تحصل عنده خردة تفضل أخوي طيب أحسنت الله خليك عفوا يا أخي لا أفا أخوي شيل الغشة معك ما في مشكلة تفضل طيب. أحسنت يا رد غوازيك وبعدين تعال أحسنت تفضل أخوي خردة خردة وينك يا خردة خرج ريالك ريح أبو 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 أنا إذا العين غرتني ما أظن إن قلبي يكذب وانت اكيد باغي خرده ما كذا كلامك صحيح باغي خرده خمسه ريالات حاضرين حاضرين ومستعدين هذه الخمسه تفضل خمسه ريالات باغي اي نعم ناخذ في الريال 25 بيسه وانت عندك خمسه ريالات نعم اضرب ال 25 في 5 يطلع عن 125 بيسه اي نعم عليك حالي 125 بيسه فوق خرتك كيف يعني ابو تاخذ في الخمسه ريالات 125 بيسه ابو 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 تو ما نخبه هذه ابوي تجاره والتجاره يبغى لها ناس والناس فيهم عقول ما اي ناس يشتغل فيها نعم وانت الله يزيدك ويزيدك فوق الخمسه 50 ان شاء الله يا رب تفضل اشرب هذا احسنت جزاك الله خير هنيئا انت هذا الارباح قدام كل العقل على كم نصف؟ أنا أقول 50 منزي 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 50 50 50 50 60 وسلمت 60 قال 60 منزي 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 65 65 65 منزي 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 70 70 قال 70 سمعتوه 70 70 75 75 75 75 وريال انطح ريال 75 خلاص 80 ريال 80 ريال 80 ريال 80 ريال 80 80 80 90 95 95 95 95 105 105 وسمعتوه 105 115 قال 115 120 120 نعم 120 130 بارك الله فيك 130 130 قال 130 قال 130 135 140 قال 140 سمعتوه 140 واحد 4 0 140 بنزيد 150 150 وصلنا 150 وصلنا 160 160 بارك الله فيك 160 بنزيد 170 بارك الله فيك بنزيد وانا بقطع السالفه وبقول 200 ريال 200 ريال قاسم 200 ريال بس ما زيد 200 ريال التاجر قاسم 200 ريال ايها اوقفي اوقفي هلا ابوي شيل مالك مال الحلال ماشي احسن منه نعم يا قاسم ماشي احسن منه خذيت فلوسك هنا خلاص توكل على الله وضع عدلكم وضع عدلكم وضع عدلكم وضع عدلكم اخونا هنا نعم كم صار العقل اليوم 200 ريال ما شاء الله الله يزيد ويبارك يا شيخ امين يا رب العالمين هذا اذا كان عقل واحد كذا مو عاد الواحد يوم عنده 5 و6 عقال احسن من راتب وظف الحكومه احسن نعم ابي اسمع انت وين خلفان راتب موظف الحكومه نعم. ايه خلفان ايه دريك ما دريت ترى ابوي الاغنام والابخار والزراعه ثروه ايه. وماشي احسن من العمل الحر بزنس بزنس مثل ما يقولوا ما لك الله يهديك ما شاء الله ما شاء الله سيف سيف انت خير ان شاء الله شو عليك جاي ركض طاير خير مالك السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله مالك مو فيك يا شكا عقدين لامو خلفان خلفان بذبحك مالك خلفان قال مالك شو هذه نمزح معك مالك الله يهديك هذه مزحه هذه ما صارت مالك هذه استهزأ مني انا اخرتها يا عيال
زين صوت لي انت عني لانك مهزول برا العصابه مالك الله يهديك خليفه مو هنا قول مو عندك الله يسلمك ناصر ماله ناصر جاب خبير زراعي متخصص في الامور الزراعيه واحد وافد وشغل عنده في المزرعه يا ربي راكض الركضه وحالتك ما حاله جاي عشان تقول لي بس ان ناصر جاب خبير زراعي قول لي ما له علو الله العظيم هذا اذا ما جاب العشاره كنت مو تبغى انت الحين هذا الخبر اللي جايب لنا اذا ما خبرتك انت يا سيف خبر من يعني خبر هالوجه خليفه المثل يقول بو فاضي يسوي عمره قاضي قاضي نعم واحنا نغير عتد المثل خلنا نغير ونقول بو فاضي يسوي عمره بث مباشر وحيد ومعاد وابوي وحيد ضحكني نعم شيخ ابا 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 بس ليه هي والله شكت احنا هذا الخبر يا سيخ هذا الخبر بالله عليك ما مهم انا جاي طاير منك عشان ايش المهم في ذي الخبر تو ايش المهم الله ابو سيف يظهر ابوي ان اخونا ناصر ماله بيتسكع في الماي لا بيدور اسمح لي شوية خليفة الله لا صغرك ان شاء الله ابا ابا مالك اجي ضربني عادي حبيبي عادي شبابية شبابية قول اعرفك اقول خليفة قول اول مرة اشوفك يعني جاينا بخبر مهم لا تشوف على ابوك هيك ذات كل شيء مهم في هذه الدنيا نعم صح ابو حتى البعوضة يا خليفة لما تجي تورقك تقول لك ان الرقاد يضيع الوقت ول 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 لا حول ولا قوة الا بالله خلفان سير من قدامي احسن لك انت ابوي انت لا تتكلم يا راع التشكع ولازم تعود نفسك انك ما تقاطع اللي يتكلم خلي ابوي يتكلم لين ما يخلص كلامه ومن يخلص قول ما تبغاه ابوي لا تضربني شوي علي قول بو تريد وفكني ابو 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 وحد يتكلم كيف مو حسابين هالدنيا صدقك نعم ابو انا جيني باخر واحد خبير واي حل هنا محلي في العرصه واي ياخذ مني شغله الاخراده واي يضيع لي شغلي بالله عليك يا خلفان تسمي الشغل اللي تشتغله شغل احسن من تشكعك يا خليفه عموما انا عرفت من سيف ايش معنى تشكع والاخراده هذه اللي تشوفها معي شغله شريفه انا ادور هنا في العرصه واكسب من رزق الله اللي الله تعالى رزقني اياه بالحلال على العموم يا جماعه الخير لا تزعلوا من بعض ويا خليفه انت عارف خلفان زين وما غشيم عنا عموما انت تعال معي تعال معي خلاص 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 معي انت خلاص الله يهديك وينول لك طريقك يا اخوي يا خليفه انا يا خليفه في هذه العرصه من مده طويله والحمد لله رب العالمين اطلع منها ريالات يكفني وزود وما يخليني محتاج حال حد وتو يا خليفه انا نويت ان شاء الله اني اتوسع في هذه الشغله كيف انت باغي تطلب امتداد على العرصه وكيف سيف يا سيف انت عقل ولا مجنون انت الحين الشغله هذه اللي تشتغلها بالله الشغله هذه العرصه كبيره ولا صغيره انت دلال لا رحت ولا جيت بكره بتشوف مو بيستوي انا يا خليفه قررت اني افتح مكتب ايش تفتح مكتب ايش مكتب دلاله اي نعم مكتب دلاله مكتب وساطات تجاريه وخدمات تجاريه وعقارات هي نعم يا خليفة يا أخوي الناس اتطورت الدنيا اتطورت وإحنا بعد لازم نتطور مع الدنيا يا أخوي وأنا أول من تطور فيكم توي الشلة كيف نسيت أن أنا أول واحد أخذ الثانوية العامة فيكم وما أعتقد أن أحد بيأخذها يعني أو أخذها منكم خلينا الحين من شهادتك ومن ثانوية عامتك وما أعرف مو بهالكلمة فيها اسمعني واسمع رأي زين انت مو رايك تقيل عرصة وتتدرب عدلالة وتصير دلال ممتاز نعم ايش اصير دلال 50 من يزيد انا خليفة اوقف مثلك انت وقاعد اصيح غنم وبقر وستين وخمسين انا اصير دلال الله يسامحك يا خليفة الله يسامحك يا خليفة أنا قلت لك ذاك عشان بغيتك تشتغل وتدير نفسك الدنيا ما هي الدنيا يا خليفة كل شيء تغير تو أنا مستغرب منك بصراحة أنت ليش ما تبغى مصلحتك
انزين ما؟ نعم. وهذا الخبير إن شاء الله بيخلي مزرعتنا مرة ما يحتاج، بيخليها أحسن مزرعة موجودة في سمايل كلها، مرة ما نقصنا أي شيء. يا ولدي بوي استعين له الزينين ما يخسر، مثل ما تقول خبير مثل هذا وبيصلح لنا المزرعة وبيخليها زينة. هي بنستريح، لكن أقول يا ولدي إنه 100 ريال وايد. أنا حد زينة ياخذ 40 ريال، إن كان زاد 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 60 ريال. لا يا أمي لا، هذا غير، هذا خبير يعرف واجد واجد أشياء عن الزراعة، بيطور المزرعة بيخليها زينة. هذا ماك ما أي عامل ياخذ 40 ريال، هذا غير يختلف. إنزين أقول ناصر، أنا عندي رأي. قولي زيانة. رأي إن نروح كلنا المزرعة ونشوف هذا الخبير كيف يشتغل ونتعلم منه. ومن قالش إني بودره؟ أنا أصلاً بجلس عنده هناك ليل ونهار أتعلم منه، أشوفه كيف يشتغل، إيش هي خبرته، حتى أنا أخذها وأستفيد منها. هي نعم. فاطمة مالك ساكتة، ليش ما تاكل؟ ليش فيش؟ لا أبداً يا أخوي، بس بغيت أسمع. ونحن عاد لازم نعيش مثل الناس، نساير العصر الحديث مثل ما يقولوا، ولا كيف يا أم ناصر؟ الله يرحم ذيك الأيام يا ولدي اللي كان عنده 10 نخلات يعيشنا طول العمر. هي يا أمي بس ذيك الأيام غير هذه الأيام. يا بنتي النخلة مثل الولد، إذا انقصت زورة منها كأنه منقص صبع من صبع حد من الأولاد. الدنيا تطورت يا أمي، ونحن لازم نماشي العصر التطور، عشان كذا جبنا هذا الخبير، ولو إنه ياخذ 100 ريال في الشهر. أنا صلحت الأرض الغبرة وخليتها خضرة، لكن اليوم العلم تطور، الخضرة نقدر نزرعها في بلاستيك، والثمر نقدر نزرعها في وقت غير وقتها. بو في البرد يزرعوه، نقدر نزرعته في الحر، وهذا شيء عظيم. الله يزيد ويبارك يا ولدي، مثل ما قلت الدنيا تطورت. فعل بالخير يا أمي، فعل بالخير. لكن بيني وبينك عاد ترى أنا حاتي هذه البنيات، قلبي مشغول عليهم، على فاطمة وعلى زيانة. خير يا أخوي. يا أختي أنا قلت ممكن يوم بعد يوم تكبر ما شاء الله، وأبغى أطمن عليكم في بيوت زواجكم، وهذه ترى سنة الحياة. وأنا ترى أنا ما طلعت من مدرسة بعد ما توفى الوالد الله يرحمه إلا عشان أعلمكن وربيكن وعشان نعيش زين. ها فاطمة إيش بتقول لو حد يضرب باب علينا؟ والله أنا ما أفكر في هذا الشيء بعد. ها ما تفكري بعد؟ لا. وزيانة مو تقول زيانة؟ زيانة تقول بتكمل دراستها. والله زين، والعلم زين، ما عندي مانع. أنا ودي أكمل دراستي في نزوة. في نزوة؟ ما شاء الله يا زيانة، وليش عاد نزوة؟ أريد أتعلم هناك والتحق بمعهد التمريض في نزوة. اسمع هذه، مو أنت مجنونة؟ بايت قتلة أخوش كل يوم تسيري وتقي نزوة؟ لا يا أمي الله يهداش، بس المعهد في سكن داخلي للطالبات اللي ساكنات بعيدة عن المعهد مثلي أنا يعني. وهذا رأي زين، رأي زين يا زينة، وأنا ما عندي مانع، والله يوفقش إن شاء الله. يا دور حياك، سريع سريع سريع. هل أنت يا أخي؟ أراك تجلس وحيدا يا خليفة، كيف؟ ما في زباين اليوم غيرك ولا جاء من وقت؟ لا مخبي شهر ترى اليوم أشوفك. أصرف البيسر أيش يسوي معك؟ الله يشغل. وبعد يشرب عصير، عصير طازج بعد. طازج طازج ما تقدر لهذه، لكن شوف صودا كيف. كيف؟ المرة الماضية أنا جيتك وتقول تشرب عصير. إنزين؟ إي والله. والحين تجيتي وأنا أشرب عصير، شو تصدق كيف؟ قلبت الأحوال. قلبت الأحوال؟ يا خليفة ترى الكيسة ما فيها ولا بيسة. أفا أفا ولا أخوك. أفا يا بدر، آمر بس، دلل الحاضرين. خليفة حاضر مستعد يلعب. دلل بس. من هين لغوازي يا خليفة من هين؟ يا بدر كيف تنسيت؟ نسيت إن خليفة ذكي، اللي عنده مخ نظيف وصافي ما أعتقد إني أعجز عن الفلوس يا بدر. إيه خليفة؟ أكيد وراء كلامك هذا الشيء. إيه نعم. الله يسلمك، وراء مكتب. نعم. مكتب؟ وأي مكتب هذا؟ كيف في مكتب؟ أي مكتب، بس المهم يكون مسجل من الحكومة، وعن طريق هذا المكتب احنا طبعا نستورد عمال، وهذا العمال يشتغلون وناخذ من كل عامل في الشهر 20 ريال. ايه يعني كفيل. الله يرحم والديك،
كفيل ونص بعد. زين يا خليفة، تراني عطشان وأبغى أشرب عصير. عطشان نرويك يا بدر، رفع عليك بس حاضرين. أتصل. يا كونجي حاضر. يا كونجي استأرت الضحك كونجي، إيش عليك أنت كل فلوس هذه؟ اسمع كونجي، جيبوا هذا سير سيمسي ما نمونا مشان أرباب بدر. حاضر. يلا سور سور كونجي. ترى خليفة أنت تحلم كيف تقدر تجيب عمال من غير رخصة استيراد العمال؟ قول لي أبو، ترى على رخصة المكتب. لا لا أبوي، لا لا أبا، أنت تحلم معرة. كيف؟ لو هذا ممكن كان كل واحد فتح مكتب وقابل 1000 عامل ووزعهم في البلاد، وفي آخر كل شهر خذ من كل واحد منهم 20 ريال مثل ما تقول أنت، من غير تعب ولا شقة. يا بدر أنت ليش معقد المسائل كذي؟ مسألة بسيطة، مسألة بسيطة صدقني. حبر على ورق مل استماراتك، زين قدم طلبك وأكيد بيوافقوا عليه، وبعدين عاد أنت وشطارتك وش دخل شغلك؟ لا 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 ما بهذه البساطة يا خليفة عدنوبة، أنت المفروض يكون عندك مكتب رسمي. سمعت هذه أنت؟ اسمع، كيف تحسب أنا مثلك؟ حبيبي أنا خليفة وأنت بدر، وخليفة ما يعجز عن فتح مكتب وشركة. أي نعم. بعد أنت ليش معقد المسائل؟ مسألة بسيطة ومريحة. تجيب ذهب، تعرف الذهب أنت؟ اسمع أنت، الذهب ما عارفه؟ رأس المال، من هنا تجيب رأس المال أنت. يلا يلا عندك كمين بيزة تشرب عصير، والمكتب يبغاله رأس مال قوي. رأس المال؟ أي والله رأس المال. هذه هي المشكلة، مشكلة رأس المال. كيف أحصل على رأس المال؟ كيف؟ أقول ما؟ يو قول، مالك معك؟ انا باغي اتكلم معك شويه. زين تكلم، تراني اسمعك. كيف تسمعيني؟ كيف تسمعيني وانت مشغوله بالكلمه؟ شوفي علي عشان تسمعيني زين. تراني اسمعك بظنيني، وبعدين يا خليفه لا تعطلني. اذا بكره جيت وطلبت مني ريال وما حصلت من هنا اجيب لك، ها تعرف ان انا رزقي من ورا هالكميم. زين ما انا باغي اشتغل. مو قل؟ قل تشتغل. تشتغل؟ اي نعم اشتغل. باغي تشتغل ها؟ تو انت بالله عليك، في شغلة مرت عليك وما رفضتها؟ ولا ذي المرة باغي تتعلم كيف تخيط كميم؟ تنقم يعني كماي الكميم؟ ها؟ أظنك ذاك. أنا وبعدني يوم أنقم كميم بعد؟ كيف أنا برذول ولا تستهزئين فيني؟ إيه خليفة، إيه؟ احسن لك تصير تقوم عني وتشوف لك قرنه وتجلس فيها. اي نعم انا ما فاضل لك حل في شعرك هذا. زين واذا قلت لك اني باغي افتح مكتب؟ مكتب؟ ومو ذا المكتب بعد؟ مكتب يعني مؤسسه طويله عريضه. لا اي مؤسسه، يعني شركه كبيره. شوف انت باغي تفتح شركه يعني بالمعنى حفيس، ها؟ انزين يا ولدي يا خليفة بالبركة، يوم انك باغي تفتح شركة ولا حفيس تجلس الصف الحكي حال امك؟ تصير دور شغل برا عن البيت وسوي لك همة؟ تو ما كذي السالفة يا امي، ما كذي السالفة. كيف بعد؟ سالفة اللي متعطل واللي معطلني راس المال. ساكين، وايش هو عد هذا راس المال؟ يعني اريد 10,000 ريال. كم؟ 10,000 ريال بس. ومن هنا سير خرفن، ها؟ أقول خليفة، تبشوري؟ إيش رأيك تنهض من قدامي وتخليني أسوي شغلي؟ أترزق من وراها لكمين، ها؟ ولا خبرك؟ سير لك في الصفة واسمع لك قوانات. كذاك شورك، ها؟ هي هي.
كل ما أشوف جانب من أرض نابور ينغم بالي يا أخوي. ولا تغمي بالش ولا شيء يا زيانة، ولا يهمش، وكلها إن شاء الله كمين يوم وبرتب أموري وبجيب حرات وبحرت هذه الأرض وبخليها مرة ما يحتاج مثل الأرض الأولية وأحسن بعد إن شاء الله. إنزين وإيش ناوي تزرع يا أخوي؟ والله بعدني ما عرفني، شمام، قح، بطيخ، طباط، ما عرفني، اللي قسم ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يفطيم بنزرعه إن شاء الله يا أخوي، بيكون محصول خير بإذن الله. لكن تو تعانت إن ما خبرتني الوالدة هي ما جبتنها معكن؟ والله الوالدة جاتها معصومة وقصت قهوة في البيت. هي معصومة بيكون من زمان ما متلاقيها. ايوه من زمان. تو نحن هذا الخبير كشور ما وصل. أخبركن أنا بسير أتبعه. يلا. امسك الشور. من ناصر؟ ناصر خلي تعال. يلا هذا يا ابو ناصر، دقيقه واحد. يلبس بس يلبس. يلا زين حف عمرك. صباح الخير يا ابو ناصر. صباح الخير مستر كشور. ها مستر كشور اشوفك راقد عقب هير الشغل. ايوه نام انا في جاهز مشان شغل. جاهز انا شغل مع صباح احسن من شغل اليوم كامل. عقب يلا حمتك معنا عاد ابغى نشوف شطارتك. يلا هازر ابو ناصر هازر ان شاء الله انا في ايدي. يلا توكل على الله. يلا ها ان شاء الله حصلت الخبير. المساكين راقد بعد ان شاء الله توبيقي. ايش راقد؟ هذا وصل خير. وصل الخبير. مرحبا مستر كشور. اهلا كيف حالك؟ الحمد لله. اسمع هذه ماما زيانة يا رب يا اختي الكبيرة يا رب يا رب، وهذه ماما فاطمة ها زبادي يا رب اختي الصغيرة يعرف ها. وعاد ماما رحمة لا تعرفنا اكثر. اوه لك فاقد يا رب انا. هذه اللي في اي وقت يجيو هنا في المزرعة يبغيوا شيء ولا يبغى يشتغل يسوي اي شيء لا تقولهم الا البر، ترى المال مالهم ان شاء الله. حاضر ارباب حاضر. وتو انا والبنات جاي هنا حتى نتعلم منك كيف تشتغل ونستفيد. ايوه ارباب، لكن يعني انت وين مكان يريد افضل زراعة؟ والله يا مستر كشور هذه المزرعة كلها أربعة قدامك، من وين ما تحب تشتغل تفضل اشتغل. حاضر ارباب حاضر. تفضل تعال بنا تعال. مسكت خبير زيان الله يهديك شتير. تفضل تعال. بسم الله. مستر كشور. ايوه ايش تسوي؟ كل شيء في تمام. انا يعرف ارباب يعرف صبر. زين لا حول الله يا مستر كشور. انا قصدي يعني الشيء والماء مسكوك ذاك يا مستر. أيوة كشور. أيوة هذه يدك خليها كذا بالعكس. ايوه هذه. وهنا يدك فوق خلي كذا. شوف يدي. لا ايوه وخلي بالك تعور رجلك. يلا نشوف. يلا اشتغل بسم الله. اي صح. هي يلا. لا مستر كشور ما كذا. ايوه وهذه يدك كذا. يلا ضرب ارباب ناصر. أنا في بلاد مالنا يشتغل في مزارع كثير وكبير بعد. عقب أكيد عندكم شيولات مثل هذه. لا شيول مال بلاد مالنا أوتوماتيك في قص، ما مثل شيول مال أنتو. هذا الطاب هذا حشيش يريد ماكينة أوتوماتيك يقص. الله يزيدكم يا مستر كشور ويرزقنا إن شاء الله.
لكن يا مستر كشور العشب هذا ما يقصوه بمكينة عندنا، يقصوه بالمقز. انزين، اما الارض فتنحرث بالهيب والكودار والمسحة. با 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 اربع بناصر انت واجد يعرف. لكن يا مستر كشور نحن عندنا ما نستخدم كذاك الشاول. أيوة كذا، شوف شوف يديني كيف. أيوة وشوف انا كيف يديني. أيوة شوف فوق زين، شوف شوف المسكة. يعرف يعرف. أيوة شفتنا. أيوة بسم الله. تمام تمام. انا يا تمام يا رب. زين يلا توكل على الله. مستر كشور انت مو تسوي أرباب ناصر، هذا حشيش صغير لازم في شيل من مزرعه، لأن حشيش صغير ما في زين من شان زراعة كبير. لكن يا مستر كشور الحشيش الصغير هذا عدنا ما يشلوه بالشاول، يشلوه بمقز. ها؟ أنا في معلوم، في معلوم. بيكون الرجال ما متعود على أدوات بو معنا. هوا دليه بالأدوات الزراعية اللي عنا وخليه بعدين يشتغل. ترى راوينا البارحة وقال كل شيء تمام. هذا خبير، واللي عرفه ان الخبير ما يشتغل بيده. نعم يوجه تعليماته بس، واذا اضطر يشتغل في المهم. اظن يبغاله وقت الين يتعود ويتعرف على نوع التربة ويكشف على الارض زين. انزين ونحن باغي نشوف هذه الخبرة، ولا باغي نشغل كله معقوق علي انا؟ اسمع يا مستر كشور، تو انت ودر عنك هذا الشيء. أيوه. وروح ناولني المقز من هناك، ابغى اراويك كيف في بلادنا يقصوا الحشائش هذه الصغيره. انزين وبعدين عاد يا مستر كشور باغنك تعلمني الشغل الصحيح. انزين يلا يلا هذا الرباط حتى امرك حتى امرك الربط. يلا عاش كشور. هذا رباط؟ لا لا ما هذا المقز، المقز هذا رباط. هذا ما مقز هذا. لا لا ما هذا مستر كشور. ايوه هذا هيب، هذا مستر كشور هيب. انا باغي المقز، المقز. هذا هذا هو يا مستر كشور. انا في معلوم. مساكين كشور معلوم. تعال تعال فزل مزك. مقز مقز مزك مقز مزك مستر كشور. أيوة. مقز مزق مزق ميوزك. شو علي شو علي ما علي مزق ولا ميوزك كله واحد. تعال تعال اراويك كيف نشتغل. تعال ازرق. انزين شوف تمزق الحشيش كذا. ايوه انزين وهذا المقز تخلي مزق مزق على قولتك. خلي كذا داخل الارض. انزين ها. والله هذا خبر زين. اي نعم اي طبعا طبعا يا اخوي سيف، فكره زينه ممتازه. تحسب يعني انت بروحك اللي جالس تشتغل وتحب الشغل وتكد؟ حتى احنا بعد. لكن انا طول الفتره الماضيه جالس افكر وبهدوء تروي على كيفي مزاجي لحد ما اقتنعت واهتديت لهذه الفكره هذه اللي خبرتك عنها. وبعدين تعال انت نسيت؟ نسيت ان خليفه الاستاذ خليفه معاه شهاده، ما مثلك انت دلال وجاهل معاه شهاده، واللي معاه شهاده لازم يفتح مكتب. هذه قاعده معروفه. تراك لوحتنا بهذه الشهاده، لوحتنا بهذه الشهاده بصراحه. وبعدين انا ما جاهل، انا كد واشتغل. اي نعم وانا دارس مثلك بعد. وبعدين تعال قل لي عن طبيعه ذا المكتب وذا الشغل، كيف نمو انت ذنهم؟ سالتني من ناحيه مبدئيه انا باغي افتح مكتب. عارفين انك باغي تفتح مكتب، وهذا المكتب يعني تصير كذاك تجلس فيه عمال على بطال، لا شغله ولا مشغله يعني. والمكتب هذا ما يبغى اجار بصراحه. بصراحه كلامك يضحك. نعم يضحك كلامك. ايوه اضحك. ايه اضحك. انت لو ما ضحكت وما طنست وتهزيت كان خلتني اكمل كلامي وما قاطعتني، وقلت لك ان الحين انا رايح مسقط استشير الجهات المعنيه والمختصه بهذا الامر. اها هذا هو الكلام الزين. إيه وبصراحه كذاك ابغاك. اي نعم
وأنا يا خليفة جالس هنا وانتظر خبرك السعيد هذا بلهفنا. ما يهمك، لا بتسمع أخبار سعيد. عسى خير، عسى خير، عسى خير. أحسنت على البارد، ولا تعطل. طيب إيه. واي واي بتحكيت. يلا يلا قدام الرحمن. يلا يلا يلا، تأخرنا. وين تأخرنا؟ تعال تعال بغنى شوية. يعني كان لازم تشاور سيف. سيف سيف يا صديقي، لازم استشير بعد فسوالف هذه. نعم نعم نعم، وصديقة ما المهذب وكما سيف هذا أبو صالح. حد صادق سيف؟ حد صادق دلال في عرصة يا خليفة؟ انت مو نسيت نفسك؟ تكون صاحب مكتب؟ اي طبعا اكيد صح، صاحب مكتب ولايق علي بعد. لا بعد، هو بغي يفتح مكتب. تصور بغي يفتح مكتب، لكن ما اريد اسبق لفاي شيء. مو 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 لازم اسبقه. مكتب؟ اي. ومكتب ما المهذب ويفتح سيف؟ تعرف مكتبه؟ يسميه وساطات تجارية، يعني دلال متطور. ايه صور دلال متطور. اسمي عنده شغل بينه وبين هذا الباص. وصل اقول لك خليك عن الدلالة وتطور مال سيف. يلا نروح. إذن الى مسقط. ماكذاك؟ وانت فهد ماكذاك؟ وين انت يا رجال؟ يا هلا يا هلا، عاد نشارك، حياك الله. كل هذه السنين كلها ما التقينا يا خالد، ما كأننا أصدقاء في صف واحد لما كنا في إزكي. إيه يا فهد، الأيام اللي مرت علي يا أخوي يوم أمر من يوم، ولذلك خلتني أنسى أصدقائي كلهم، والحين الحمد لله أنا في أحسن حال. قل لي إيش أخبارك الثانية؟ مثل ما أنت شايف يا فهد، حديد والحمد لله. وجاي هني بصراحة أخلص بعض المعاملات لعمل مشروع بسيط لمصنع للأثاث المعدني في سماعي. ول 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 ول، مصنع مرة واحدة؟ يا سلام. قبل لا أوصل لهذا الحلم مشيت طريق طويل ومتعب. يا تذكر يا فهد لما كنا في إسكي؟ تذكر يا فهد؟ تذكر المدرسة؟ وهذه أيام تتنسي؟ وما أنسى ذكائك الخارق، كنت دائما من الأوائل. هيه ذيك الأيام لما توفى أبوي الله يرحمه، استوت حياتنا صعبة في إزكي، وجاء عمي علشان ياخذنا معاه سمايل ورحنا. يا باين عليك تعبت يا خالد، تعبت، لكن النتيجة، النتيجة إيش يا خالد؟ النتيجة مثل ما أنت شايف يا فهد، مشروع مصنع بسيط والحمد لله. هذه إحنا من الصبح دوارة، من الصبح دوار وسرسر وصياعة في الحديقة الطبيعية هذه. حصلنا مؤسسة واحدة نستفهم منها عن موضوعنا، والحين جايين متعنين عشانه. تو أنا أبغى أعرف منك شيء. هذه المؤسسات اللي جالس تدور عنها وباغة تستفيد منها، بتطير؟ ما بتطير، تراها موجودة موجودة. ومثل ما قلت، ما دام إحنا في الحديقة العامة هذه، حديقة طبيعية، أحسن نمشي فيها شوي، نشوف ذاك الشلال وفي الجبل، ونشوف الخضرة هذه، ونلعب في القوارب، أحسن كذا. زين على رايك، تمشي نتمشي ولو اني تعبان. خليفه تعال، ليش تبان مني بعد؟ ما كفايه ذاب احنا معاك من الصبح في الحديقه؟ ايش تريد؟ كم عندك باقات من لغواتي؟ ايه هذا اللي همك انت، اللي همك. ما معك لغواتي؟ اثنين ثلاث اربع ريالات، امي وابونا اربع ريالات، ايش تبان مني؟ عقب حط غواز الرقعة على اسماعيل الفصول، وخالد تمشي بالباقي. نتمشى بعد؟ يلا نموتك الصرف، موتك الصرف والفلوس بعد، امشي. افتح عينك شوف هذا الجمال، شوف شفنا ابوي، تأمل. شفنا يا مشيبة. سلام. جلس جلس شوي، جلس. يا الله ريح احسن. انت اخو الخليفة تو انت هذه المؤسسات وجالس تدور عليها، يعني تعتقد يعني تستفيد منها بشيء؟ يا صديقي بدران يقولوا العلم بالشيء ولا الجهل فيه. وأنا أقول يا خليفة، إذا ما عندك على الأقل 10,000 ريال عماني، أن تحلم أنك تحقق أي حلم في حياتك. ما هذه هي المشكلة بدران، هذه هي المشكلة والورطة اللي متورطين فيها إحنا، الفلوس الفلوس. تصدق يا خليفة لو عندي 10,000 ريال إيش بتسوي؟ كنت بسوي أم العجائب. أم العجائب؟ أها
لا تسوي زي من قال لك ما بتسوي. الله يخلي الوالد ما شاء الله بي عندكم انت عندكم خبرني الوالد. خليها على الله خليها على الله يا خليفة. الطير اللي ما إلى جنحان عمره ما يفر. وأنا أبوي كذا عص تذكر له شيء اسمه فلوس يعصب بالمرة. يا صديقي حبيبي يا بدران، إذا أنت خبرت وقلت لي إنك باغي تسوي مشروع زين ومعقول زين، قولي بيع أرض واحدة من الأراضي اللي امتلكها. ما أعتقد إنه ما بيوافق أبوك، ما بيقصر. الشيبة الشيبة أنت يا خليفة ما تعرفهم زين بعدك. كيف؟ هذا راسه عص عص ما يتفاهم البر. لكن أنت أنا إيه أنت وش فيني أنا؟ خال بحيرة خبرك هناك. هذه احنا في البحيرة مثل ما تقول. يلا ايش عندك هات يا خليفة. امك الله يعطيها الصحة والعافية تحبك وما تكون عليها طبعا. زين انا عارف هالشيء زين. وانت وريث ابوك الوحيد يعني كل شيء حالك زين. بس تعرف بدر انك مجنون. كيف صدقني خبر انت؟ والله خبر ما صاح ابدا خليفة. يا ولدي راس مالي انا ذاك البيت، راس مالي ذاك البيت زين. كيف اغنى ابيع يعني وانا في الشارع ولا كيف؟ وانا خيل امك. وانا خيل هن امهن وابوهن جمين نخله ويابسات بعد يابسات ما يجيبن المطلوب. عقب يا خليفه اذا كان ناوي تفتح مكتب عقاري تفتح وتبغى هذا المكتب يعني يشتغل عقب ماشي غير حل واحد. وايش هو الحل؟ لكن اقول يا ناصر. قول عم محمود قول. توعان احنا متى يجي دورنا نستشير هذا الخبير؟ ان شاء الله بيجي دوركم يا عم محمود، بس خلوا كشور اول يخلص من عده من المزرعه وبرسنا عندكم مستشيروا عم مكبر. زين 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 طيب لكن عن اذنك عم محمود شويه انا بستاذن شويه بيصير بيت عنده شغل هناك. تفضل يا ناصر. يا كشور اربع تعال تعال ان شاء الله رفيجي. خلي بالك على الزراعه خلي بالك لا تدوس. اسمع يا كشور. ايوه. هذه المزرعه قدامك عم تشوف، اليوم ما مطلوب منك غير انك تسقي الزراعه وبس. تسقي الزراعه وبس. هي نعم. ونشوفك كيف تشتغل وتتعرف على المزرعه وناخذ منك الصافي والمطلوب. لكن ارباب انا من وين يجيب ماي؟ من وين تجيب ماي كشور؟ هذا الماء قدامك شيء في الساقيه، اسقي كفايتنا حال المزرعه زين؟ حاضر ارباب. يلا توكل على الله. خلي بالك على الزراعه خلي بالك. يلا يلا ارباب. فوق طلع هي فوق. عاش كشور عاش. خلي بالك يا ناصر خلي بالك. كشور الله يهديك مو باغي تسويته وانت مو باغي تسوي ارباب. انا يريد يكسر هذا المكان من شانه ما يجي مني. ها؟ تكسر ما يكسر. تكسر يا مستر كشور لا تكسر. تعال تعال كم باغي تسوي. تعال يا ناصر فهمه لا ولا شوف خلي بالك. هذه الساقيه ايوه وهذه هنا فتحه انزين باغي تخلي الماء يصير هناك. يضحك يضحك فرحان. هذا الحصه تقيبه تخليه على قارب هنا وتقيم هذا المرد وتخليه في الجانب الثاني ها وتخليه زين ما زين انزين وتجيب الحصى وتخليه فوق حتى يكون مو ما يسيح ما يشيل الماء وتخلي الحصى عليه كذا. شفت صار الماء هناك يسقي. عرفت يا مستر كشور؟ عرفت برابر زين انزين. وكان بغيت ترده مره ثانيه تجيب الحصى تخليه في هذا الجانب انزين وتقيم هذا المرد ترجع مكانه وترجع مكانه ها تخليه مره زين قوه تبارك ها وتجيب هذا الحصى وتخليه هنا ها حتى يكون الماي ما يصير. عرفت شيء كشور؟ ما باغي شيء مستر كشور. ما لنا احنا باغي نستفيد ونتعلم منك وانت باغي تخرب علينا الله يهديك. ارباب ما في خوف. انا النفر غريب مني. زراعه مال البلاد مالنا غير عن زراعه مال البلاد مال انتو. لا حول صدقه يا ناصر. يمكن الماي متوفر معهم اكثر من معنا. بيكون بعد يبغى له الرجال لين يعرف شغلنا. ما عليه ما عليه. نعم. اسمعني يا مستر كشور انا تو بسير عنك انزين ساير البيت
وبعد ساعة واحدة من الحين بيكون الماء حن. أترد الماء تنتبه ها؟ لا تنسى. معلوم؟ معلوم. يلا بسأل عنك البيت توانا. ونوبة أنا يا الله يا جماعة أنا بروح عندي شغلة بسيطة ها؟ ورايح. عقب نتراب عم محمود. يلا مشينا. معلوم كشور؟ معلوم. معلوم. يلا شد حيلك. خلي بالك. يلا بسم الله. مع السلامة. يلا عم محمود يلا. مع السلامة. توكلنا على الله. حذر من اللي تفعله واجعل امورك في الوسط وشاور ضميرك واسأله وفوق الحروف حط النقاط لا تسلم امرك للغريب لا تمشي دربك بالغلط لا تمشي دربك بالغلط لا تمشي دربك بالغلط لا تمشي دربك بالغلط لو بالذهب يغرور عزك أبد لا تهجره ولو للسما يعلو خيرك أبد لا تهدره لو بالذهب يغروك عزك أبد لا تهجره ولو للسما يعلو خيرك أبد لا تهدره حاذر من اللي تفعله حاذر من اللي نصرة خير يا نصرة خير خير هينش انت يا حرمة هينش خير ايش عندك خال ولد اخوي خال ولد اخوي ماله خطفت ورشة الاستاذ سعيد ما حصلته سألت عن الاستاذ سعيد قال لي بخبر عجيب مو استواله احترق بالنار ويلحموا بهوى ايش فالله ولا فالش يا حرمة اقول بكلمة خير خير ان شاء الله توانا ايش قلت خال ولد اخوي بيفتح مصنع ان شاء الله ها مصنع خالد ولد اخوك هو بعينه هذاك اللي طردتيه من البيت هو وامه وبهذلتيهم عاد انا اللي طردتهم لا ما انتي حياك ابوي انت اللي قصرت في ولد اخوك شوف من ودر ولد اخوك ما انت انت اللي تقولي هذا الكلام يا نصرة ما انت كل مره اقولش خلي اروح اشوفهم ولا تردي علي خلي عاد عنك هذا الكلام عمره ما طلع منك عمره ما طلع مني ما كل مرة أقولش خلي أروح نشوفهم وانت طلعيلي بحجة وألف حجة الله يهديش إنزين خلي عنك لو هذا الكلام إيش رايك اليوم نروح نزورهم هذول أهلك مهما كان يعني يمكن محتاجين شيء ولا شيء الحمد لله يا ولدي أشكرك وأحمدك يا رب اللي كرمتني وخليتني أشوف ولدي رجال أقدر أتباهى في قدام الناس الحمد لله الحمد لله الله كريم يا أمي الله كريم عن ابنش أنا بروح أشوف الباب تفضل يا ولدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلين عم الجماعة كيف حالك يا ولدي يا خالد؟ كيف حالك يا ولدي يا خالد؟ أنا؟ الحمد لله بخير بخير تفضلوا ما حد غريب قربوا لا يا جمعة لا يا مريوم هي وولدها في هذا البيت يا أنا يا نصر الله يهديش خاف ربك حيث تبغاهم يسيروا والله يسيروا حيث ما يسيروا ما يخصني أرض الله واسعة هذا ما كلام عقال يا حرم الناس للناس وكيف لما يكون ولد أخوي وأمه خارج بيتي وأنا حي أنا ما أباها هذه الأفعى في بيتي هي ولدها هذا بيتي وأنا حرة فيه اتق الله اتق الله يا حرمة أنا قلت يدوروا لهم
مكان غير هذا المكان وبسرعة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شرفت المكان يا جماعة، مرحبا بكم، اتفضلوا اتفضلوا، زارتنا البركة يا جمعة. كيف حالك يا أم خالد؟ الحمد لله، كيف حالك أنت؟ الله يسلمك. الله يعافيك. كيف حالك يا أم خالد؟ كيف الحمد لله. كيف إيش يا الله يسلمك يا عافية. كيف الأولاد؟ الحمد لله يا ربي، إحنا من زمان كنا نتوقع هذه الزيارة. وش أقول يا أم خالد؟ الظروف. كيف حالك يا أم خالد؟ الحمد لله. وينش يا نصرة؟ من زمان ما شفناش ولا سمعنا هذا الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا البلوح الحلو هذا مخصوص حق أمي، هذا مرسول حق أمي. يا ربي كيف مخصوص هذا؟ بطني يا ولدي، أكل تراني كل ساعة على ضوالي بطنك. تعشي أنت تعشي، ما عليك لا تهمي فينا. كيف؟ أنا كليت ما سقطتنا بعد ما جوعان، أنا ما جوعان. خليفة سهل مسقط ولا في الدنيا وضواحيها وأنا ما عندي خبر. لا هو سريع. شو عمل سريع؟ أنا عمل سريع. أنت تعرفين يا أم الحبيبة تعرفين أن ولدك ولدك خليفة بعد فترة قصيرة بيصير رجل مهم. يا داني المهم ما قدرت نواجهه الشغل السريع عاد ما خليناك متعني مسكت. خبرتك أنا، قلت لك أنا باغي أفتح شركة كبيرة إن شاء الله. ردينا على الفشار، كل انت كل كل انت عند غصب. عشان سريع افتح شركة. انت ما حيلتك حتى بيزة حمراء حتى بيزة حليانة ما شف جيبك اللي باغي تفتح شركات. عصرين فلوسية من الهواء ولا كيف طايرات؟ ما تاكلين، صدقي لي ما تاكلين برا انتي. ها كلك لحم هذا ابوي، انا ببشم من كثر ما اكل. تغذي انت تغذي خليفة. تغذي وكلي ولها البلوح ايش ناك تحت راسك؟ ماشي بار ماشي، صدقيني يعني بالله عليك يا امي يا حبيبتي ما يستوي اني اكل عز ام في الدنيا هذه كلها بيدي. ايه لك ذاك يا عيب؟ ايه عيب عيب، انت بعد ولدي حبيبي وحيدي بارك الله فيك. لكن فعلا امي صدقيني انا باغي افتح شركة ترى، صدقيني والله يا خليفة يوم انك قادر تفتح شركة افتح حتى شركات ما لها شركة حتى حفيسات. زين بارك الله فيك، الله يوفقك، ما اقول غير الله يوفقك. لكن مثل ما خبرتك مشكلة اني ما عندي راس مال، ما عندي راس مال. ما عندي، انت عارف بتقول لي انا عن عمرك، تراني اعرفك حاليا ما حيلتك شيء. ما حيلتي شيء؟ بعدين يبغالي 10,000 ريال. ها شوي شوي بغض. نعم بغض. شربي ما شربي. 10,000 ريال مرة واحدة؟ متمكن من عمرك انت؟ سمع هذاك حس هذاك المندوس الحليان عاد له من سنين يصور ما شاف فيه فلوس. ما حيلتي 10 ريالات لين باقي انت 10,000. اسمع عاد عاد، بس انت ما تاكلين والله العظيم ما تاكلين، انت ما تاكلين شوي شوي كل اكل كل ناس تاكلها. اخذي اخذي خليفة هات، لكن انا اشوف اليوم زايد عليك الملق، ايش هناك تحت راسك؟ ام الحبيبة ام العزيزة انت، اقول امي يا ايش رايك ايش رايك نرهن بيتنا؟ ايش قلت؟ نرهن البيت؟ هذه حكايتنا لكم نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. هذه حكايتنا لكم نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. اسلك دروب الخير بتصير دربك بالسهل، والشر عمره ما يدوم طال حبله أو قصر، طال حبله أو قصر. وانت يا ابن آدم تختار، تختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين، هذه الحياة.
نسعى ونجتهد وما عيب نغلط أو نعيد، بس عيب لما نعتمد ويكون أمرنا للبعيد. ما عيب نبدأ من الصفر، بالصبر يكبر كل صغير، من عود كان أصل الشجر وبالعزم كل طاير يطير. واحنا يا ابن آدم نختار، نختار بين الدربين، ربك عطانا العقل والسمع والعين.